الذي لا يكاد يرجو واحد منهم من ارتباطه بالعمالة في أحد الشيطانين الأكبرين أمريكا وروسيا، وزيد على الناس في الصفحة الأولى والثانية. إذا النتيجة نتاع هادشي كله، النتيجة نتاع هادشي كله أن أولا هذه عمليات خارجية أجنبية حولت أنها تعمل اضطرابات في هذا البلد. تبارك الله الحسن الثاني الله يرحمه عاق بهم ومشى للحبس، مشى للحبس واللي مشى ومن بعد غادي يقول لك حقات ازما مارت والمصالحه وخداو الفلوس، بغاو يديروا انقلاب، بغاو بحال يديروا العمليه اللي داروا الايرانيين للشاه، بغاو يديروها للملك ونيض حرب باش يعاونوه ويساندوه في الصحراء، في الحرب ضد الصحراء ضد الجزائر. قال لك لا حقا ولادنا راه كيموتوا في الصحراء وخص يحبس الحرب على الشعب الصحراوي الباسل والمغربي، الملك المغربي، القوات القوات الملكيه المهزومه والملك السفاك. شنو كانوا كيقولوا؟ ايوا هاد الافكار هذا ولد عمي راه مازال باقيين، وهاد الظرافات ديال الملك سيدي محمد مازال باقيين، هذاك هو يحمان والرباعه ديالو واللي كيهضروا على فلسطين وكيقول حنايا هادي ما كان عندهم غرض بالصحراء وعندهم علاقه مع حزب الله وكيمشيو يسافروا عندهم وعندهم علاقه زوينه مع الجزائر ويسافروا عندهم، هادو باقيين مازال اللي هما ضد التطبيع وضد العلاقه المغربيه الاسرائيليه، راهم باقيين غير مخبيين ومدرقين وباش ما يبينوش العداء ديالهم، باش يبقاو قادين الغرض دايرين واحد تقيتهم وتعلموا يديروها. راه مازال باقيين هادو الى الامام، ربعتهم مازال باقيه. الى ما تحركش النظام المغربي، ما تحركش المخزن، غادي يطغاو، وغادي يتكاثروا. هادي كنقولها لك حنايا. اما بالجزائر، الجزائر جيتي تسمع، الى كنتي شويه ذكي، الجزائر راه الاعتقالات يوميا، كاع ولاد لي جينيرو القدام ولي كولونيل كاع راهم يمشيو للحبس، سمعت؟ كلهم كيمشيو للحبس، حتى واحد ما كيبقى. كندوي معاك هضره ديال المعقوله معلم، بلاتي نجبد لك شنو كيقول صاحبهم كاع. شوف الدنيا كي دايره، شوف السوايع انا كنتمشى والدنيا كلها نقيه كلها بروب، الناس دايخين في المغرب دايخين، ويجي قمقوم يجي يقول بقى يفهم عليك يعق عليك يقول لك المروك، ما المروك ما فيه والو ما فيه، سمعتي؟ صافي دي زور كو جو سوي اون فواتور وداير لايف وكل شيء نقي وكل شيء ما شاء الله. ها ما يقدرش يحل فمو شي واحد يقول لك هادي ولا هادي، لكن ما عليناش، حنا غاديين معاهم غاديين. احسن من صباح 4 في واحد اللي خاص يكون. سمع دابا الاولاد اللي مشاو للحبس، حنا الحمد لله ما كان الاعتقالات لا والو. خطوة تتير مساهمة بكم يا جماعة الخير، مساء الخير عليكم، مازال في الله والسلام عليكم، جيسبر كو فوزالي بيان، جيسبر كو فوزالي بيان. نفمي دي بروش دو نادي من طريق زاكتيف دو موفمون اسلاميست عند عبد القادر بن قرينة. On a raconté son histoire, comment elle a été arrêtée depuis le 14 avril, son rôle controversé dans cette affaire de complot et de déstabilisation des services secrets algériens, sa relation avec Farid Zeidine Benchir, et comment on a impliqué dans son dossier les trois frères Ben Nasser, qui sont les enfants du défunt général Larbi Ben Nasser, l'ex-patron. شتيها ولاد لي جينيرو راهم في الحبس، دابا ولاد لي جينيرو كيمشيو للحبس ونسابهم وعائلاتهم. كاع اللي كانوا مع القايد صلاح كيلقطوا فيهم كاملين دابا، حكومه ديال 20 سنه كاملين الحكومه في الحبس، لي جينيرو لي كولونيل ولادهم اللي كانوا مع القايد صلاح كل شيء الحبس، يدوي لك يقول لك عندهم الحريه. اسمع لا جوستيس ميليتير اي با 24 heures après notre émission où nous avions dénoncé quelque part l'absence de la justice militaire, le rôle de la justice militaire qui est la justice militaire qui a tardé à prendre en charge cette affaire. Un mois de garde à vue, ça n'existe pas. Dans les affaires de terrorisme, c'est 2 semaines. Dans les affaires de terrorisme.